طبعا البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض للوقاية منها ده مكون أساسي في البرنامج الصحي المصري. طبعا مشاكل الكبد كانت مشاكل مزمنة في مصر ابتداء من مرض البلهارسيا والأمراض الأخرى، ثم الالتهاب الكبدي، ثم ما أدى إليه الاثنين أن يحدث انتشار أو زيادة في أعداد حالات أورام الكبد، وبعض الأورام الأخرى اللي هو الست الرئيس حطها في أولوية للكشف المبكر، تشمل أورام الكبد والرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، بحيث أن هذا الكشف المبكر يؤدي إلى التشخيص المبكر ويؤدي في نفس الوقت إلى أن المريض يكتشف في مراحل مبكرة، فبيكون العلاج أسهل شافيا أو يقلل من مخاطر المرض. عشان أكون دقيق قوي مع حضراتكم، إحنا في الطريق للقضاء على مسببات سرطان الكبد، وكان المسبب الرئيسي هو التليف الناتج إما عن البلهرسة، والحمد لله البرنامج القومي لمكافحة البلهرسة نجح نجاح كبير جدا، وأصبحت حالات البلهرسة نادرة أو قليلة جدا. نفس الشيء بالنسبة لسرطان الكبد، بوضع مصر في المنطقة الذهبية للسيطرة على الالتهاب الكبدي جيم أو سي، كانت بادرة طيبة جدا. وطبعا حضراتكم عارفين أن تم علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض، وشوفي منهم الغالبية العظمى، وأصبحت الحالات نادرة جدا تذكر في المعدل العالمي، بعد ما كنا أعلى دولة في العالم الإصابة بالالتهاب الكبدي سي. فإحنا في بهذه الطريقة، ثم البحث عن التشخيص المبكر لهذه الأورام ووضع الخطط أو الاستراتيجيات أو البروتوكولات العلاجية لها في مراحل مبكرة، الحقيقة بترفع المعاناة عن المرضى وعن الاقتصاد المصري.